أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا الكرام، عرضنا اليوم بشكل سريع على نيسان صني موديل 2019 فئة النصف فل وارد بترومين. نتكلم عن تفاصيله بشكل سريع. المحرك 4 أسطوانات دفع أمامي 1500 سي سي. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، الأنوار على العالي والواطي هيلوجين، وشبك بلون أسود مطلب الكروم وجنوط حديد، وريموت كنترول ونيكل بالمقابض، وجناح خلفي وحساسات خلفية. بالنسبة لتقييم السلاكة الخطفية 16.8 كيلو لكل لتر بنزين، والتقييم ممتاز. بنزين 91. نجي لمواصفاتها الداخلية. مراتب مخمل تحكم بها يدوي، ونوافذ ومرايات كهرباء. طبعا الأمامية بالنسبة للخلفية يدوي، وتحكم بالدركسون وقرد أوتوماتيك. سعرها 40,000 ريال موديل 2019. طبعا هذه المراتب الخلفية.